والهاشوار ايتيمات راها رجعت في ستوك 3 لتر، كيجيو معاها جوج ديال الكيسان فيها 3000 واط، يعني شي حاجه اللي مجهده وخدمتها زوينه صراحه. انا هي اللي عندي كنخدم بها. كيجيو معاها جوج ديال الماس اللي فيهم 4 شفرات، كذلك كيجي معاها موس اللي فيه جوج ديال الشفرات، وفيها اكسسوار رائع غتشوفوا معايا لاش كيصلح لينا. السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى تكون احوالكم كلها على خير. اذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم، واذا كنتوا متتبعين اوفياء كنشكركم على حسن المتابعه. يلا نبداو على بركه الله. هنايا غادي نبدا باول التحضيرات اللي هو الفرماج. هنا خديت الموتزاريلا، هذا هو النوع اللي تناخذ صراحه زوين وكيتجبد. باش تعرفوا الفرماج ديالكم راه مزيان وغادي يذوب في الفران، ضروري ديروا ليه هاد التدبيره هذه، كتضغطوا عليه بهذا الشكل هذا وكيرجع لبلاصتو. الا ضغطتوا وما بق يعني بقى مضغوط، عرفوا داك الفرماج راه الكاليتي ديالو خايبه، ما غاديش يذوب وكيبقى باين من الفوق، ضروري يكون بحال بونجا. صافي كناخذ هنا الكميه اللي كنستهلك، غادي نقطعها مرصوات هكذا كبارين، وغادي نستعمل الموس ديال جوج ديال الشفرات هو اللي كنحك به الفرماج. صراحه عملي جدا، ما غاديش تعذبوا نهائيا، غادي تطحنوا او لا تحكوا الفرماج ديالكم بكل سهوله. نتوما شوفوا معايا النتيجه كيفاش كيجي، ما كيتلصق ما حتى شي حاجه، كيبقى مفروز هكذا كتهناو. وبالنسبه الا بغيتوا تحتفظوا به كتزيدوا ليه ملعقه ديال الدقيق او ملعقه ديال النشا، كتحركوه مزيان وكتحتفظوا به غير في الثلاجه، ما عمركم ما غادي تعاودوا ديروه في الفريغو لانه كيفقد لوغو ديالو ومع الوقت ما كيبقاش زوين. فاحسن حاجه هي ديروا ليها التدبيره هذه وتحطوه غير في الثلاجه، راه كيبقى شهر كامل ما كيخسر ما حتى شي حاجه. والتدبيره المواليه اللي هي لا شابلوغ اللي حتى هي كنحتاجوها خصوصا في رمضان الا بغينا نقليو شي حاجه اولا ندخلوها للفران. هنايا خديت البول ديال الانوكس ودرت كذلك الموس ديال جوج ديال الشفرات. غادي ناخذ الخبز اللي كنبقى عندي، خبز اللي هو يابس، وغادي نطحنو وغتشوفوا معايا كيفاش كيرجع، راه كيتطحن بكل سهوله. ممكن تستعملوه حتى الخبز ديال الدار، طحنوه حتى هو بكل سهوله وتحصلوا على شابلوغ رائعه. هنايا غادي نسم هاد لا شابلوغ هادي باش تجي فيها مذاق زوين. بالنسبه شنو غنستعمل هنايا، عندي القزبر ومعدنوس اللي مجففين، غادي نزيد كذلك الزعتر، ممكن تستعملوا اعشاب منسمه اللي بغيتوا، وكذلك الفلفله حمراء منزليه، ممكن تزيدوا حتى الفلفله حاره مدقوقه. كتجي هاد لا شابلوغ هادي منسمه رائعه، شوفوا ما شاء الله اللوين ديالها كيفاش رجع، كتجي خطيره. صافي وكتحتفظوا بها في شي بواطه وكتخليوها غير في الثلاجه، ما كيوقع ليها والو. هكذا الا بغيتوا تحضروا بها لينوغيت او لا اي حاجه كتحتاج لا شابلوغ كتلقاوها موجوده عندكم بلا ما تحتاجوا انكم تشريوها من على برا، كتجي بنينه صراحه. ممكن تستعملوها حتى مع الخضر، شي حاجه الاقتصاديه، راكم عارفين الخبز غير كنرميوه اولا يعني كنعطيوه ما كنستغلوش، فبهذه الطريقه هذه غادي تستغلوا الخبز اليابس وما عمركم غادي ترميوه، كتبقى ممتازه غير في الثلاجه. وهنايا غادي ندوز نشارك معكم جوج ديال الطرق الاحتفاظ بالثومه. غادي نيبسوها ونحصلوا على ثومه بودره، وكذلك غادي نحتفظوا بها غير في الثلاجه المده ديال 3 شهور ما كيوقع ليها والو. هنايا خديت واحد الكميه ديال الثومه الحمراء، ضروري تكون الثومه البلديه، وغادي نستعمل هذا الاكسسوار الرائع اللي كيجي مع لاشواغ باش هكذا نقشر الثومه ديالي، كيقشرها بكل سهوله ما غاديش تعذبوا معها نهائيا. كذلك عنده استعمالات كثيره غادي نشاركها معكم في فيديوهات قادمه ان شاء الله. غادي نقسم الكميه اللي عندي لجوج ديال الكميات وغادي نقشرهم، شوفوا ما شاء الله كيفاش كتقشر لينا الثومه بكل سهوله ما كتعذبش نهائيا، كنقشرها عادي بسهوله. هذا الاكسسوار هذا صراحه رائع وكيجي غير مع هاد الهاشواغ هادي. صافي من بعد ما قشرت الثومه ديالي غادي ندوز نحيد منها القشره طبعا ونغسلها، وغادي نردها للبول، وغادي نستعمل هاد المره الموس ديال جوج ديال الشفرات. غادي ندير فيه الثومه اللي نشفتها مزيان، ضروري خاصها تنشف ما يبقاش فيها الماء، غادي نضربها مزيان بالهاشواغ كيف ما شفتوا حتى تطحن ليا. من بعد غادي ناخذ لاطا اللي غنفرج فيها ورق ديال الفران يكون نوعيه جيده، الا كان عندكم نوعيه اللي ماشي مزيانه دهنوها بالزيت ضروري. وغادي نفرش الثومه اللي طحنت، نحاول انني نديرها منبسطه، يعني نحاول نرققها مزيان، ندير واحد الطبقه اللي تكون رقيقه باش هكذا ما تاخذش ليا الوقت مني نبغي نيبسها. وفي هذه المرحله هذه وقت ما يعني طيبته في الفران كتدخلوا ليه اللاطه ديالكم وكتخليوها حتى كيبرد الفران، هكذا كيتيبس بسهوله وفي نفس الوقت اللون ديالها كيبقى مزيان. اولا ممكن تيبسوها في الشمس. صافي غنخليها جانبا وغندوز نحضر الطريقه الثانيه. هنا خديت الكميه اللي بقات ليا ديال الثومه،
درتها في الاشباغ وزدت عليها الزيت العاديه ماشي زيت الزيتون، زيت الروميه، وصافي. هادو هو المكونات اللي كنحتاج، ما كنضيف لا ملح لا حتى شي حاجه. غادي نطحنها مزيان بالاشواغ حتى نحاول نحصل على واحد العجين كما شفتوا، يعني تكون واحد لاباط اللي مطحونه مزيان مزيان. شوفوا اللون ديالها كيفاش كيبقى زوين ابيض. صافي، هنايا غادي ناخذ بواطه اللي غادي نحتفظ بها، غادي ننزل فيها هذيك الثومه ونحاول نبسطها على هذا الشكل هذا، يعني نبسطها مزيان، نسوي ليها السطح ديالها، وغادي نضيف عليها كميه من زيت المائده من الفوق. كتحافظ عليها وكتخليها تبقى في اللون ديالها، والمذاق ديالها ما كيتغياش واخا تبقى في الثلاجه حتى لثلاث شهور. هذه الطريقه هذه كتبقى احسن طريقه اعتمدتها صراحه، ما كيوقع عليها حتى شي حاجه. وقت ما احتجتوا الثومه ديالكم كتجبدوها كتاخذوها بالملعقه وكتعاودوا تردوها مره اخرى للثلاجه، ما كيوقع عليها حتى شي حاجه. بالتجربه متابعات ديالي كثار اللي جربوا هذه الطريقه هذه ولاو معتمدينها، حيت عمليه والثومه كتبقى عندكم متوفره وقت ما احتجتوها. وغادي ندوز للتدبيره اللي كذلك كتنفعني بزاف. خديت هنايا البول اللي خليت فيه واحد الكميه ديال الثومه، درت فيه قزبر ومعدنوس اللي مغسولين ومنشفين، وغادي نزيد واحد الحامضه اللي غادي نقطعها مكعبات. فهنايا غادي نحضر الشرموله ديال الحوت اولا التتبيله ديال الدجاج عفوا. غادي نضيف واحد طريف ديال السمن، وهنايا غنضيف التوابل، الخرقوم، غنضيف الابزار، غادي نضيف سكينجبير. هاد الشرموله هادي كنحتفظ بها، عرفتو كتنفعني بزاف بزاف. غادي نضيف كذلك هنا الابزار، ممكن تضيفو وقع قله وبسيبيسه، وكذلك غادي نضيف واحد العصره ديال الحامض، وطبعا الملح على حسب الذوق. ضروري ما نردو البال اننا استعملنا السمن والحامض، وشويه ديال زيت الزيتون طبعا. وغادي نطحنوا المكونات مع بعضياتهم، طحنوهم مزيان مزيان حتى كنحصلوا على واحد الشرموله اللي كتكون متجانسه، واحد الريحه يا سلام طالعه منها. صافي، غادي نديرها في بواطه بهذا الشكل هذا، ممكن تحتفظوا بها في الثلاجه كتبقى 10 ايام ما كيوقع ليها والو. وقت ما بغيتوا تشرملوا الدجاج ديالكم، بغيتوا تصوبوا الدجاج محمر، كتلقاوها موجوده عندكم، او لا ممكن تحتفظوا بها بالطريقه الثانيه اللي هي غادي نديرها في كيس ديال المجمد. غادي نفرغها في الكيس وغادي نبسطها مزيان. هاد الطريقه كتبقى عمليه اكثر بالنسبه للناس اللي بغاو يحتفظوا بها مده اطول. صافي، غادي نبسطها، وغادي نجيب سكين وغادي نطراسي به المكعبات اللي بغيت، يعني الكميه اللي بغيت. هاد الطريقه هذه كنديرها حتى الشرموله ديال الحوت، حتى هي كنديرها بنفس الطريقه، كندير التوابل ديال الحوت مع الربيع، الثومه، وكذلك الحامض، وكنطحنها كنقسمها هكذا في بلاستيكه وكنديرها في المجمد. الثومه ديالي من بعد ما تيبسات صافي ولات تيابسه، ضروري ما تاكدوا انها نشفت مزيان مزيان، يعني تسمعوا هذا الصوت هذا، يعني تكون كتخرشش بحال هكذا ضروري باش ما تغملش ليكم. وغادي ناخذ الطحانه وغادي نطحنها فيها باش نحصلوا على بودره ديال الثوم اللي كنشريوها غاليه من المحلات، وبامكاننا نصوبوها بكل سهوله، يعني سهله بزاف ما فيهاش تعقيدات كيف ما شفتوا. صافي، غادي نطحنها مزيان مزيان، وهذه النتيجه، راه كتطحن كتصبح غبره اولا بودره. شوفوا ما شاء الله اللون ديالها كيفاش كيجي، انا كتعجبني هذه اللي كتكون شويه محمره، اللون ديالها مقرمل، كتجي زوينه الصراحه، والريحه ما نقولش لكم، واحد الريحه يا سلام طالعه منها. صافي، وكتحتفظوا بها في الثلاجه. شوفوا هنايا كيفاش داير الملمس ديالها، راه تطحنت مزيان غبره. كاين اللي كيبغي يخليها شويه مهرمشه، المهم على حسب الذوق ديالكم. صافي، وغادي نديرها هنا في القريعه ديال الزاج ديال العطريه، ضروري ما ديروها في قراعي ديال الزاج باش ما يتبدلش ليها المذاق ديالها. بودره ديال الثومه راه مهمه بزاف في المطبخ، يعني كتستعمل بزاف لي بات، يعني العجائن كيف ما كان النوع ديالها، عجينه البيتزا، عجينه الكيش، كذلك تستعمل في لي صوص، المهم استعمالاتها كثيره. هذه هي الكميه اللي خرجت ليا كما شفتوا، غادي نحتفظ بها في الثلاجه، وهكذا وقت ما احتاجيتها غادي ناخذ منها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، كان كيعجبكم المحتوى اللي كنقدم ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، بارطاج للقناه، وكذلك تعليقاتكم راها كتفرحني بزاف. شكرا لكم مره اخرى، ومع السلامه.